Split Contracts Gold هو عبارة عن رخصة وعقد. وفي هذه التعليمات سنتحدث عن طريقة اقتناء Split Contracts Gold. انتقل الموقع dfu.com في الجهة اليمنى في هذه الصفحة، سترى وتنقر على زر Sign In، تقوم بالتسجيل والدخول ويتم فتح لوحة التحكم Gold Split بشكل افتراضي. انتقل أدنى الصفحة للاطلاع على الباقات المتاحة للشراء، اختر الباقة المناسبة وانقر على زر الشراء Purchase. سيتم فتح نافذة اختيار طريقة الدفع. طريقة الدفع الوحيدة المتاحة هي التوكن ألتيما. بعد اختيار التوكن ألتيما، أكد موافقتك على الشروط من خلال تحديد المربع المناسب، ثم انقر على زر الشراء Purchase شراء. في النافذة الجديدة ترى المبلغ المناسب في التوكن ألتيما وعنوان المحفظة لتحويل المبلغ إليه. يتاح أيضا QR كود لإتمام المعاملة عبر الهاتف التطبيق المحمول. لمتابعة عملية الدفع، أرسل المبلغ المطلوب إلى عنوان المحفظة المناسب. يرجى تحويل المبلغ الوارد على الشاشة بشكل دقيق وصحيح. انتظر ورود إشعار إتمام عملية الدفع بنجاح. تم الموضوع، قمت بشراء Split Contracts Gold بنجاح. الآن انتقل إلى قسم My Contracts للاطلاع على تفاصيل العقد الذي اشتريته. هنا يمكنك تنزيل فاتورة الدفع من خلال النقر على رقم الطلب. يرجى ملاحظة أن القيمة في الأداة Gold Split Lances Usage بلوحة التحكم سوف تتغير بعد إتمام عملية الشراء. لا تتردد في التواصل مع خدمة الدعم إذا كان لديك أي استفسار أو سؤال. نتمنى لك عملا مثمرا.